وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السفير أحمد حمد أحمد العامر وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون السابق. مرحبا بك سعادة السفير في نشرة أخبار الثامنة، ولو تحدثنا سعادتكم عن مساهمة المجلس التنسيقي البحريني السعودي في تعزيز مختلف أوجه التعاون بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة. أولا مرحبا بكم وأشكركم على هذه الاستضافة وهذه الفرصة الطيبة. بداية عندما نتحدث حقيقة عن العلاقات البحرينية السعودية بصورة عامة، فنحن نتكلم عن علاقات إليت، إذا يعني صح التعبير، علاقات فوق السحاب ليس لها مثيل في تاريخ الأمم والشعوب. لذلك فيما يتعلق المجلس التنسيقي الأعلى المشترك بين البحرين والشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، أود توضيح ثلاثة أمور مهمة في هذا الشأن. أولا، إنشاء المجلس الذي يعتبر مرحلة متقدمة جدا في العلاقات البحرينية السعودية، ويعكس ما يربط البلدين الشقيقين والشعبين من علاقات خاصة أو خصوصية، ونموذج للعلاقات الأخوية التي لم تتعرض لأي منقصات أو مشاكل خلال مسيرتها الطويلة عبر عقود طويلة من الزمان. الأمر الثاني وهو المهم في هذا السياق أيضا، وهو رفع مستوى رئاسة المجلس التنسيق المشترك إلى أولياء العهود بالبلدين الشقيقين، يأتي تأكيد على أهمية العلاقات وتنميتها بما يخدم أهداف القيادتين الحكيمتين، وبعدا استراتيجيا سيفتح مزيدا من آفاق التعاون المشترك على كافة المستويات والأصعدة، نظرا لما يملكه كل من سيدي صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي حفظه الله، من رؤى وحكمة في إدارة العلاقات بين البلدين، خاصة في مجال التعاون السياسي الاستراتيجي والأمني والعسكري والاقتصادي والاجتماعي التي تنصب جميعها لمواجهة كافة التحديات. نعم. الأمر الثالث حقيقة يأتي في إطار مجلس التعاون، لأن وجود هذا المجلس مثل يضمن تعزيز وتفعيل مسيرة المجلس ويحقق أعلى درجات التكامل والتماسك للوصول إلى الاتحاد الخليجي، كذلك تعزيز دور مجلس التعاون الإقليمي وفي المحافل الدولية، والحصن الحصين حقيقة أمام أي تهديدات خارجية لسيادة واستغلال دول مجلس التعاون. نعم. في الختام أود أن أذكر هنا يعني بالنسبة لهذا المجلس، فهو ثمرة حقيقة للعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة، يستند على أسس راسخة من الشراكة والتنسيق المشترك، يجعله نموذج يحتذى به ومحل فخر واعتزاز بفضل ما تشهده من قوة على كافة المجالات، وهو يأتي تعزيز الشراكة الاقتصادية وهو مهم بالنسبة للبلدين، والعمل على تطويرها وتوفير كافة السبل التي يعني تدعمها وتحقق الرؤى المشتركة للقيادتين للوصول إلى العديد من المبادرات والآليات القائمة على تنفيذها بين البلدين الشقيقين. نعم سعادة السفير حمد العامر وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون السابق، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الثامنة، شكرا لكم على هذه المداخلة.